تحية عطرة. إذن مداخلة جديدة بعنوان نظرية السيادة السياسية. السيادة في النظرية السياسية المشرف النهائي أو السلطة في عملية صنع القرار في الدولة أو في الحفاظ على النظام والأمن. يرتبط مفهوم السيادة وهو أكثر من أفكار إثارة للجدل في العلوم السياسية والقانون الدولي ارتباطا وثيقا بالمفاهيم الصعبة للدولة والحكومة والاستقلال والديمقراطية. الكلمة مشتقة من الجذر اللاتيني سيبرانوس من خلال سوفرانتي، الكلمة أو المفردة الفرنسية. كان المصطلح يفهم في الأصل على أنه يعني ما يعادل القوة العليا، ومع ذلك غالب من عرف تطبيقه في الممارسة العملية عن هذا المعنى التقليدي. وكان للسيادة تاريخ، مفهوم السيادة كان له تاريخ. في القرن السادس عشر استخدمت يعني المدرسة الفرنسية الفيلسوف جون بودان، مولود 1530 متوفي 1596، المفهوم الجديد للسيادة لتعزيز السلطة الملك الفرنسي على لوردات الإقطاعيين المتمردين، مما سهل الانتقال من الإقطاع إلى القومية. المفكر الذي بذل قصارى جهده لتزويد المصطلح بمعناه الحديث كان الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز، مولود 1588 متوفي 1679، والذي جدل بأنه في كل حالة حقيقية يجب أن يتمتع شخص ما أو مجموعة من الأشخاص بالسلطة النهائية والمطلقة لإعلان القانون وإنفاذه. ورأى أن تقسيم هذه السلطة يعني بالأساس تدمير وحدة الدولة. وكما أن نظرية الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، مولود 1632 متوفي 1704، والفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو، مولود 1712 متوفي 1778، ترى هذه الأفكار أن الدولة تقوم على ميثاق رسمي أو عقد اجتماعي غير رسمي لمواطنيها بين مواطنين، وهو عقد اجتماعي يعهدون من خلاله صلاحيات الحكومة التي قد تكون ضرورية للحماية المشتركة. قد أدت إلى تطوير عقيدة السيادة الشعبية التي وجدت تعبيرا عنها في أعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776. تم إعطاء تطور آخر لهذا المفهوم من خلال بيان في الدستور الفرنسي لعام 1791، إن السيادة واحدة غير قابلة للتجزئة، غير قابلة للتصرف ولا تتقادم، إنها ملك للأمة. لا يمكن لأي مجموعة أن تنسب السيادة لنفسها، ولا يمكن للفرد أن ينتحلها لنفسه. وكذا فإن فكرة السيادة الشعبية التي يمارسها الشعب في المقام الأول أصبحت مقترنة بفكرة السيادة الوطنية التي لا يمارسها شعب غير منظم في حالة الطبيعة، ولكن من قبل أمة متجسدة في دولة منظمة. في القرن التاسع عشر طور الفقير الإنجليزي جون أوستن، مولود 1790 متوفي 1859، المفهوم الأكثر قابلية للتحقيق في من يمارس السيادة باسم الشعب أو الدولة، وخلص إلى أن السيادة منوطة ببرلمان الأمة، سيادة للبرلمان. وقال إن البرلمان هو جهاز أعلى يصن القوانين الملزمة لأي شخص آخر، ولكن هذا هو نفسه غير ملزم بالقوانين، ويمكنه تغيير هذه القوانين متى شاء، يعني البرلمان. ومع ذلك فإن هذا الوصف يناسب نظاما معين للحكومة، مثل النظام الذي كان سائدا في بريطانيا العظمى خلال القرن التاسع عشر. لم تكن يعني فكرة جون أوستين عن السيادة التشريعية مناسبة تماما للوضع الأمريكي. لم يمنح الدستور للولايات المتحدة والقانون الأساسي للاتحاد الفيدرالي الهيئة التشريعية الوطنية سلطة عليا، لكنه فرض قيودا مهمة عليها. تمت إضافة مزيد من التعقيد عندما أكدت المحكمة العليا للولايات المتحدة بنجاح في قضية ماربوري ضد ماديسون في 1803، حقها أكدت أن لها حق في إعلان عدم دستورية القوانين من خلال إجراء ما يسمى المراجعة القضائية. هذا الإجراء يسمى المراجعة القضائية. على الرغم من أن هذا التطور لم يؤيد أو لم يؤدي إلى السيادة القضائية، لأنه يبدو أنه منح السلطة السيادية في الوثيقة الأساسية نفسها إلى الدستور. وقد زاد تعقيد نظام السيادة الدستورية هذا من حقيقة أن سلطة اقتراح التغييرات في الدستور والموافقة عليها منوطة ليس فقط بالكونغرس، ولكن أيضا بالولايات وفي الاتفاقات الخاصة التي دعت لهذا الغرض. وبالتالي يمكن القول أن السيادة استمرت في الولايات أو في الشعب الذين احتفظوا بجميع السلطات التي لم يفوضها الدستور للولايات المتحدة أو التي أحضرها الدستور صراحة للولايات أو الشعب، وهذا ما يسمى بالتعديل العاشر. ونتيجة لذلك فإن ادعاءات المدافعين عن حقوق الدول بأن الدول لا تتزال تتمتع بالسيادة قد تعززت بسبب صعوبة إيجاد مستودع وحيد للسيادة في هيكل الاتحاد المعقد،
وجد مفهوم السيادة المزدوجة لكون من الاتحاد والوحدات المكونة أساسا نظريا، حتى إذا تم قبول النظرية المناسبة للسيادة الشعبية النظرية التي منحت السيادة لشعب الولايات المتحدة، فلا يزال من الممكن القول بأن هذه السيادة لا يجب أن تمارس نيابة عن الشعب فقط من قبل الحكومة الوطنية، ولكن يمكن أن تكون كذلك مقسمة على أساس وظيفي بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات. تم شن هجوم آخر من الداخل على عقيدة سيادة الدولة في القرن العشرين من قبل هؤلاء العلماء السياسيين، على سبيل المثال ليون دوغيت، هوغو كارابي، وهارلود لاسكي، الذين طوروا نظرية السيادة التعددية التي يمارسها مختلف السياسيين والمجموعات الاقتصادية والاجتماعية والدينية التي تهيمن على حكومة كل ولاية. وفقا لهذه العقيدة فإن السيادة في كل مجتمع لا تكمن في أي مكان معين، ولكنها تنتقل باستمرار من مجموعة أو تحالف المجموعات إلى أخرى. زعمت نظرية التعددية كذلك أن الدولة ليست سوى مثال واحد من العديد من الأمثلة على التضامن الاجتماعي، ولا تمتلك سلطة خاصة مقارنة بمكونات المجتمع الأخرى. الآن ما العلاقة بين السيادة والقانون الدولي أو السيادة من منظور القانون الدولي؟ خاصة إذا كان هناك سيادة شعبية أو سيادة وطنية، ألا تضيع في خضم القانون الدولي؟ هل يحترم القانون الدولي سيادة الدول على أوطانها وشعوبها؟ على الرغم من أن مبدأ السيادة كان له تأثير مهم على التطورات داخل الدول، إلا أن تأثيرها الكبير كان في العلاقات بين الدول. يمكن إرجاع صعوباتها هنا إلى تصريح بودان، جون بودان، بأن الملوك الذين يضعون القوانين لا يمكن أن يكونوا ملزمين بالقوانين التي يضعونها، تخضع لقوانين يعني المرأة غير المتزوجة وسلطة رعاياه، وهي خلاصة يعني عظيمة. غالبا ما يتم تفسير هذا البيان على أنه يعني أن صاحب السيادة ليس مسؤولا أمام أي شخص وغير ملزم بأي قوانين. ومع ذلك فإن قراءة كتابات بودان عن كثب لا تدعم هذا التفسير، وشدد على أنه حتى فيما يتعلق بمواطنيهم فإن الملوك ملزمون بمراعاة بعض القواعد الأساسية المستمدة من القانون الإلهي، قانون الطبيعة أو العقل، والقانون المشترك بين جميع الأمم، حق الشعوب، وكذلك القوانين الأساسية للدولة التي تحدد من هو صاحب السيادة، ومن الذي يخلف السيادة، ومن الذي يحد من السلطة السيادية. وكذا كانت سيادة مفهوم سيادة عند بودان مقيدة بالقانون الدستوري للدولة والقانون الأعلى الذي كان يعتبر ملزما لكل إنسان. في الواقع نقش جون بودان العديد من تلك القواعد التي تم دمجها لاحقا في النسيج القانون الدولي باعتبارها ملزمة للدول، ومع ذلك فقد استخدمت نظريته لتبرير الحكم المطلق في النظام السياسي الداخلي والفوضى الحكم الذي في المجال الدولي. تم تطوير هذا التفسير إلى نهاية المنطقية بواسطة هوبز في كتابه التنين لفيتون في سنة المؤلف الذي ألفه سنة 1651، حيث تم تحديد السيادة بالقوة بدلا من القانون. القانون هو ما يأمر به أصحاب السيادة ولا يمكن أن يحد من سلطتهم، فالسلطة السيادية مطلقة على الصعيد الدولي. أدى هذا الشرط إلى حالة حرب دائمة حسب هوبز، حيث حاول أصحاب السيادة فرض إرادتهم بالقوة على جميع الملوك الآخرين. لقد تغير هذا الوضع قليلا بمرور الوقت مع يعني استمرار الدول ذات السيادة في المطالبة بالحق في أن يكونوا قضاة في خلافاتهم الخاصة لفرض مفهومهم الخاص لحقوقهم عن طريق الحرب ومعاملة مواطنيهم بأي طريقة تناسبهم، وتنظيم الحياة الاقتصادية مع تجاهل تام للتداعيات المحتملة في دول القرن العشرين. هذا بدأت تظهر خلال القيود المهمة الأخرى على حرية تصرف الدول. وضعت اتفاقيات لاهاي لعام 1899 و1907 قواعد تفصيلية لتحكم إدارة الحروب في البر والبحر، ميثاق عصبة الأمم والأمم وسابق الأمم المتحدة، يقيد يعني الحق في شن حرب، كما أدان ميثاق كيلوغ برياند لعام 1928 اللجوء إلى الحرب من أجل حل الخلافات الدولية واستخدامها كأداة وطنية في السياسات، وتبعهم ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض واجب الدول الأعضاء على تسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية بطريقة لا تعرض السلام والأمن الدوليين والعدل بين الشعوب للخطر، وكملها بأمر قضائي بأن جميع الأعضاء تمتنع في علاقتها الدولية عن تهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وهذا المادة الثانية. ومع ذلك نص الميثاق أيضا على أن الأمم المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. نتيجة لهذه التطورات لم تعد السيادة تعتبر مرادفا للسلطة غير المقيدة. قبلت الدول مجموعة كبيرة من القوانين التي تحد من حقها السيادة في التصرف كما يحلو لها.
عادة ما يتم تفسير هذه القيود على السيادة على أنها مستمدة من الموافقة أو التحديد الذاتي، ولكن يمكن بسهولة إثبات أنه في بعض الحالات تم اعتبار الدول ملزمة بقواعد معينة من القانون الدولي، على الرغم من عدم وجود دليل مقنع على أن هذه القواعد قد تم قبولها صراحة أو ضمنيا عن طريقها. وعلى العكس من ذلك، لا يمكن عادة فرض قواعد جديدة على دولة ما دون موافقتها على إرادة الدول الأخرى. بهذه الطريقة تم تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع الدولي ورغبة الدول في حماية سيادتها إلى أقصى حد ممكن. الآن يمكن هناك دول سيادية وهناك دول غير سيادية، فما العلاقة بينهم؟ ما هو مفهوم السيادة في الدول السيادية ومفهوم السيادة في الدول غير السيادية؟ لقد فقد التمييز في القرن 19 بين دول ذات سيادة كاملة وفئات مقولات عديدة من الوحدات الأقل سيادة أهميتها بموجب قانون الأمم المتحدة. لم يتم التركيز على الاختلافات القانونية بين المستعمرات والدول المحمية والمحميات ودول الواقع تحت سيادة دولة أخرى، ولكن على التمييز العملي بين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. بموجب ميثاق الأمم المتحدة أصبحت المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي أمانة مقدسة، وعدت الدول التي تديرها بتطويرها نحو الحكم الذاتي. تم وضع بعض هذه الأراضي تحت إشراف مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى إشراف أوثق على إدارتها من قبل الأمم المتحدة في تقدمها بشكل أسرع نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال. بمجرد أن يحصل الإقليم على الحكم الذاتي على النحو المحدد في قرارات الجمعية العامة، تتوقف إشراف الأمم المتحدة على الرغم من عدم الوصول إلى وضع مستقل. إذن هناك فكرة أخرى وهي مسألة تقسيم السيادة. هل يمكن الحديث عن سيادة مقسمة؟ لم يدم مفهوم السيادة المطلقة غير المحدودة لفترة طويلة بعد اعتمادها سواء محليا أو دوليا. فرض نمو ديمقراطي قيود مهمة على سلطة الحاكم وطبقة الحاكم، أدى ازدياد الاعتماد المتبادل بين الدول إلى تقييد مبدأ القوة في الشؤون الدولية. لقد أدرك المواطنون وصناع السياسات بشكل عام أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون قانون، وأنه لا يمكن أن يكون هناك قانون دون بعض القيود على السيادة. لذلك بدأوا في تجميع سيادتهم إلى الحد المطلوب للحفاظ على السلام والازدهار. على سبيل المثال، منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي، وكانت السيادة على نحو متزايد تمارس نيابة عن شعوب العالم، ليس فقط من قبل الحكومات الوطنية ولكن أيضا من قبل المنظمات الإقليمية والدولية. وكذا فإن نظرية السيادة المقسمة التي تم تطويرها لأول مرة في الدول الفيدرالية بدأت قابلة للتطبيق في المجال الدولي. إذن هذه مداخلتنا عن مفهوم السيادة السياسية بين الدول وعلى سعيد من منظور القانون الدولي. أرجو أن تكون هذه المداخلة قد أفادتكم. شكرا جزيلا لحسن انتباهكم ومتابعتكم. إلى اللقاء في مداخلة سياسية قادمة.